وما الحكم في ذكر بعض الطرق الصوفية بلفظ آه؟ مع التسليم بأن غاية التصوف تصفية النفس مما يبعدها عن الله، فإن الوسيلة المشروعة لذلك هي السير على منهج الله الذي وضعه لأوليائه وأعد لهم ثواب الأمن والسعادة. ومن المنهج الديني لتصفية النفس ذكر الله، وقد حث الله عليه ووسع مجالاته وحدوده. وبصرف النظر عن حصر أسماء الله وعن اختلاف العلماء في جواز ذكره بالاسم المفرد، فإن لفظ آه لم يثبت بسند صحيح أنه اسم من أسماء الله تعالى، وعليه فلا يجوز الذكر به على ما رآه جمهور الفقهاء. وما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا كان يئن، وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام نهوه عن الأنين، وأنه قال لهم دعوه يئن فإنه يذكر اسما من أسماء الله تعالى، لم يرد في ذلك حديث صحيح ولا حسن كما قرره الثقات. وما قيل في بعض الحواشي من أن لفظ آه هو الاسم الأعظم لا سند له، والله أعلم.